زيارة السيد النقيب العام لمحافظة الفيوم ولنقابة الفيوم الفرعية، زيارة عزيزة جدا علينا، ويعلم تماما والجميع يعلم أن محامين الفيوم يقدرون السيد النقيب تقديرا كبيرا، وكذلك نرحب بالسادة الأساتذة الأفاضل النقباء أعضاء مجلس النقابة العامة الذين حضروا برفقة السيد الأستاذ سامي عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. وهي زيارة هامة فيها نقوم بفتح حوار مع السيد النقيب مطول، وهذا الحوار ينطوي على مناقشة العديد من المشاكل والأمور الحيوية والهامة التي تمس كل محامي في محافظة الفيوم، وليس في محافظة الفيوم ولكن في كل جمهورية مصر العربية. لا شك أن موضوعات مثل المعاشات والعلاج موضوعات هامة وشديدة الأهمية بالنسبة للمحامي ولأسرة المحامي، لا شك أن موضوعات مثل حقوق المحامي وواجباته موضوعات هامة، لا شك أن القيد في درجات في جدول نقابة المحامين وضبط القيد بقواعد عامة شيء هام جدا جدا يتعلق به مستقبل المحامي بمحافظة الفيوم، وهذا حوار في إطار العائلة ما بين الأب وأبنائه، حوار هام وسري ويتكرر كل عام، وهذا ما اعتدناه من السيد النقيب من التواصل معنا باستمرار. نشرف كمجلس نقابة محامين الفيوم وأعضاء الجمعية العمومية بالفيوم جميعا بلقاء السيد النقيب، اللقاء الذي غاب طويلا عن محافظة الفيوم والذي تتلهف له محافظة الفيوم، وكنا في انتظار هذا اللقاء منذ فترة طويلة للتحاور ما بين الأعضاء الجمعية العمومية لمحافظة الفيوم مع السيد النقيب مباشرة، على أن يكون هذا الحوار مباشر ما بين السادة أعضاء الجمعية العمومية والسيد النقيب للتشاور في بعض الأمور النقابية والسؤال عن بعض الأمور النقابية الغامضة عن السادة المحامين، خاصة موضوع القيمة المضافة وتنقية الجداول ومشروع العلاج ومبنى نقابة المحامين الذي هو الآن تحت الإنشاء، المدة المتاحة لإنهاء هذا المبنى نظرا للمشقة الذي يتلقاها أعضاء الجمعية العمومية في النادي النهري، واللي بننتظر أن احنا نعود إلى بيتنا الأصلي وهو مبنى نقابة المحامين برمسيس. بالنسبة لسعادتك للقاء النهاردة اللي هو بيديره سيادة في انتظار سيادة النقيب العام سامح بيه عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، ده تواصل مع من سيادة النقيب ومجلسه الحقيقة مع النقابات الفرعية، دايما بيتواصل معاها كل ما هو حديث كل ما هو جديد، وخاصة بعد صدور القانون الجديد قانون المحاماة دايما سيادة النقيب بيطلعنا على ما هو كل جديد، سواء كان يخص القانون أو بيخص السادة المحامين كل المستجدات. عندنا كام إشكالية في النقابة الحقيقة زللها سيادة النقيب بروتوكول مع وزارة المالية بالنسبة للقيمة المضافة، وبالنسبة للدمغة يعني كان فيها مجهود وافر من تعليمات سيادته إن وفر لنا في كل محكمة جزئية أو كل محكمة مجلس دولة، الحقيقة وفرنا دي الدمغة بتاع النقابة اللي بتخصنا احنا كسادة محامين، والحمد لله يعني كان مشروع ناجح جدا، والحقيقة في فترة قصيرة جدا ظهرت موارده وظهرت حاجات كتيرة دي أكيد بينبثق منها كل الخدمات، سواء مشروع علاج أو لأنه بيعتبر من أحد الموارد الرئيسية.